ثلاثة رواد فضاء غادروا محطة الفضاء الدولي عائدين إلى الأرض على متن المركبة الروسية سويوز التي هبطت في كازاخستان. وكان الرواد الثلاثة وهم روسيان وأمريكي قضوا 173 يوما في الفضاء منذ عملية الإطلاق التي جرت في شهر أكتوبر الماضي. وسيعوض الرواد الثلاثة بنظرائهم من وكالة الفضاء الأمريكية ناسا بعد 10 أيام ليمكثوا في المحطة التي تبعد عن الأرض حوالي 400 كيلومتر.